شلون؟ انا ما تكلمت عن الجانب النفسي بس الجانب النفسي جدا مرهق في البزنس هذا عرفت كيف؟ كيف؟ تعب تعب شديد من خلال يعني انا شوف الحين جايك هنا تقريبا 50 ساعه نمت ثلاث ساعات ايش دعوه؟ إيه طبعا مو دائما زي كذا بس بعض الاحيان كذي يتجمع عندي عندي ريفرشمنت على المنيو جديد عرفت كيف؟ وعندي و... و... توظيف الان جاي فتكون مره مشغول لازم تصير يقظ انا طبعا عندي التطوير عندي الى الان عرفت مم. كيف؟ آه، واتابع يعني يقظ كيف يعني انت يقظ تشوف السوق كيف يتحرك، تشوف الناس وش شوف كل ما فهمت الكستمر بيهيفير كل ما قدرت سلوك تنجح اي سلوك المستهلك مم. كيف يشتري؟ مم. يعني حتى في الماركتنج في شيء اسمه باينج كيف الزبون ياخذ يتخذ قرار انه يشتري منك